قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. آه قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل. إنها الرابعة مساء، قبلتنا حيدنجيسو، هناك يسكن ياسين عبد الرحمن ساكن، الرجل الذي تكفل بتفطير أسرة محتاجة. صايم رمضان أبشر بالخير، نئم صيامك وفطور خير. صايم رمضان أبشر بالخير، نئم صيامك وفطور خير. مشاهدينا الكرام، رمضان كريم، ويتواصل وإياكم برنامج سفرة. هذه المرة نحن أمام بيت الرئيس الحزب الإصلاحي الأخ ياسين عبد الرحمن ساكن. تكفل الأخ ياسين عبد الرحمن بسفرة لأسرة في مكان بعيد، تعالوا معنا عشان نكتشف وين المكان هذا، تابعونا. ياسين عبد الرحمن ساكن من مواليد مدينة أبشي عام 1982 ميلادي، متزوج وأب لطفل واحد، موظف بوزارة المالية والميزانية، ويعمل حاليا في الإدارة العامة للضرائب، إدارة الشركات الكبرى، قسم الوقاية في المحل. درس المرحلة الابتدائية بمعهد بستان العارفين بمدينة أبشة، والإعدادية والثانوية بثانوية أبشة الأهلية المزدوجة. أما الدراسات العليا فتحصل على المتريز في العلوم الاقتصادية بجامعة الملك فيصل، وماجستير في إدارة البنوك والمؤسسات المالية، تخصص بنوك، من جامعة ياوندي 2. سياسيا رئيس حزب سياسي يسمى بالحزب الإصلاحي. هذا الحزب عضو في جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير فوناكا. تسكن الأسرة المستفيدة بكندل، إحدى ضواحي العاصمة أنجمينا من الناحية الجنوبية، ولا يمكن أن نصلها إلا بعبور كبري يسمى بدوبل فوا. هنا حركة المرور خانقة، وأخذ عبور دوبل فوا منا قرابة ربع ساعة. فجأة داهمنا غبار كثيف بتكرة ينذر بهطول مطر في الساعات المقبلة. صايم رمضان أبشر بالخير، نئم صيامك وفطور خير. صايم رمضان أبشر بالخير. نحن طبعا وصلنا لسه ما شفت الأسرة. قبل كل شيء، أنت ليه قبلت كونه تقدم الفطور لهذه الأسرة؟ لأن نحن في شهر عظيم، شهر رمضان، وأنا بصفتي كرئيس حزب سياسي، يعني الغرض من تأسيس الأحزاب والغرض من تأسيس الجمعيات هو خدمة الوطن، وفي الوطن في مواطنين، لذا المواطنين في مواطنين طبقات، يعني في مواطنين عدة طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، ممكن نلقى الطبقة الضعيفة. لهذا في هذه المواسم وهذا الشهر بالخاص بالخصوص، يعني لابد أن نفكر في مثل هذه الطبقات الضعيفة لكي نقدم لها شيء، نحسسها بأن هناك أشخاص في المجتمع يفكرون في هممهم ويفكرون في خدمتهم ويخدمون من أجلهم لكي يصبحوا يعني مثلهم ومثل أخوانهم الآخرين الشادين، لكي يفرحوا
هذا يعني الشيء الذي نقدمه شيء بسيط لكن لديه معاني. صايم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور خير. صايم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور. هذه هي عائلة أبو بكر محمد تعيش في هذا البيت القديم الذي لا يقوى أمام العواصف أو الرياح ناهيك عن المطر. يوجد البيت بحديقة كبيرة يحرسها أبو بكر منذ 8 سنوات، أب لسبعة أطفال 4 أولاد و3 بنات ولديه زوجتين. راتبه البسيط لا يوفر له حياة كريمة ولا يسمح له عمله بالبحث عن مصدر رزق آخر. حياة صعبة فوق التصور ومع ذلك يحمد الله ويشكره وهو ديدا التشاديين. هذه الزيارة شرحت لأبو بكر صدره. ماذا فكرك بالإجابة لك ده؟ أنا كشيء كله الحمد لله ده بس بركة فوقه. أي شيء كله شيء كله مدرج جوه البيج. أي شيء هذا بس يجي ما بيجي. إلا بشيء مثل البونة البرنجال ده كشيء تبنيه ده بشيء جوه بمشي. هو الجد ده بموت. هذا شكرا عليكم. لا شكرا. مثل الناس إن القدرة شيء واجب للأخوان والدوافع ده يساعدوه وقت رمضان ده واجب الدوافع ده عسى من السعودية كله بيجيبون بيساعدون هم قاعدين هنا ما بيساعدون ده ده ما واجب واجب ده الناس الدوافع ده الناس الانتم ده قلهم يساعدوهم فوقت رمضان يدو أجر كثير. صايم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور خير. صايم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور. والله شعوري ده وضع يعني وضع شيء حزين بالنسبة لي لأن جيت الوضع وضع شيء ما حلو لأن إخواننا كدين ويعيشوا في وضع يعني شيء مأساوي بهذه الطريقة وفي نفس الوقت في أخوان عندهم ينفقوا مليارات ينفقوها في أشياء انتفها في نفس الوقت أخوانهم كدين تعبانين يستحقوا منهم على الأقل يعني بعض المساعدات الضعيفة وخاصة في الشهر رمضان يعني هذا شهر خاص يجي مرة واحدة في السنة لهذا يعني عندما جيت وشاهدت الوضع واضح حزين وإن شاء الله من اليوم فصاعدا بصفتي كرئيس حزب أحاول أن أحس الجهات المعنية الجهات يعني منظمات المجتمعات المدنية مما الأحزاب المستطيعة يعني لا أحاول أن تساعد مثل هؤلاء الطبقات يعني هذه الطبقات تستحق في أوقات خاصة من كلنا يعني من كل الطبقات الطبقات اللي عندها استطاعة تستحق منها الشفقة والرحمة وخاصة في هذا الشهر لأن هذا الشهر عظيم وفيه تضاعف الحسنات حسن ده يعني عندما جئي أحسست يعني إذا كان عندي المزيد ممكن نزيد أكثر من ده. مشاهدين الأعزاء هنا نكون قد وصلنا إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السفرة اليوم. طبعا احنا قاعدين في كندل مع أسرة أبا بكر وما شاء الله يعني ضيفونا وفرحوا بينا وإن شاء الله نتمنى الرسالة تكون وصلت. سنلتقي وإياكم إن شاء الله في أسبوع مقبل مع أسرة أخرى. تقبلوا تحيات الفريق الفني خاصة المهندس الكبير يوسف بقولة. إلى اللقاء. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في برنامجكم في رحاب الشهر الكريم ويسعدني في هذا المساء أن أستضيف السيد عبد الله شواء نائب برلماني في الدائرة 8 لنناقش معه حول
شهر رمضان المبارك. السيد النائب البرلماني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد النائب عبد الله شواء، طبعا أنت كنائب برلماني عندك ارتباطات إدارية في البرلمان، وأيضا شهر رمضان كله عنده ارتباطات دينية، فتقدر تورينا أنت رمضان ماذا يعني لك رمضان؟ قبل كل شيء نقول رمضان كريم لكل إخوان المسلمين. نعم، وزي ما قلت الشهر رمضان هو الشهر المبارك، شهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم. الله. نعم. وبصفتي أنا كبرلماني، نعم، برلماني زي كل برلمانيين وزي كل شعب التشاديين. نعم. بالأمر. نعم. ونبدو يومنا في رمضان يعني ككل التشاديين مسلمين الصباح ثلاثة الصبح، بعد الثلاثة الصبح ترجع ترتاح شوية وترجع المسجد عشان في شيخ بدينا في زاويتنا دي. نعم. عندنا درس. تفسير. نعم. درس تفسير القرآن الكريم. نعم. ولد شاب ما شاء الله متعلم. نعم. والحارة كلها مبسوطة منا عشان ده نتابع دروسه يعني ما شاء الله، ده نقضي وقتنا وبعدين نوصل للأمر. نعم. نعم. السيد النائب البرلماني طبعا زي ما قلت يعني هذا الشهر هو شهر الرحمة، شهر الترابط، شهر التكافل بين المسلمين، وأنت بالجانب كونك رجل سياسي أيضا رجل أعمال، فطبعا للناس اللي عنده القدرة عنده الإمكانيات عندهم دور كبير في هذا الشهر عشان يفكروا في الناس الضعفاء والمحتاجين، فانت رسالتك شنو لاخوانك والناس اللي انت قاعد تشتغل معهم في المجال هنا التجاره؟ طيب بالنسبه من ناحيه انا رجال الاعمال ده. نعم. ده الشهر اللي بقوله فوق التجاره لن تبلغ في غير رمضان كنت تسوي الحسنات، لكن في رمضان مضاعف. نعم. مضاعف. نعم. عشان ده انا نقول لاخواني التجار. نعم. ده وقت يحسنوا للمساكين والفقراء والايتام والناس دي. نعم. ناس في الحاجة تلك. أكيد أكيد. وأنت ربنا منع لك شيء عندك قاعد، أنا بود أنفقه قبل ما تجي الندامة. أكيد أكيد. لأنه بعد الموت ده ما في شيء. 20 ريال ده ما بخلوه ما في الخبر، مستحيل يمرقوا برا قبل يتيب. أكيد أكيد. عشان ده خلي الأخوان التجار يكسبوا الفرصة. ده أكسبوا الفرصة عشان ده خلينا نصدقوا كثير وما ودر نلقوا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. نعم سيد عبد الله شواء، ايضا يعني في شهر رمضان المبارك الكومبارتمان الناس يعني اخلاقيات الناس احيانا تتغير، يعني بعض الناس تكره شهر رمضان لا يحبون المشاكل ويقولوا شو حاجة واللهم اني صائم ودنيا رمضان، يعني ده شيء جميل في المجتمع انا شايفه. وشيء اخر ايضا يعني انت كنائب برلماني يهمك مستقبل هذا الشباب، الشباب في شهر رمضان يعني بعض الشباب فعلا قاعد يستفيدوا من شهر، لكن بعض الشباب قاعد يضيعوا وقتهم في شيء ما ينفع، في شنو انت رسالتك ووصيتك للشباب في شهر رمضان؟ طبعا هو عارف ما شاء الله الرجل التشادي ولا المرأة التشادية انسان مؤمن بمعنى الكلمة. نعم. كبير صغير اننا في الشادة انينا متمسكين بالدين. دين صحيح. وشوية نتأثر لانه زي ما قلت في شهر رمضان الشباب بدأ يقروا القرآن كثير، يواصلوا دروس ويسووا، البعض يمشي يلعبوا الكارت. نعم. والكرت ده لغو يعني ما بس لا بدوي وقتهم ساكت. دون أنا نوصيم خلي في الشهر المبارك ده خلي بدل يدوي وقتهم في الكرت ولا في ليدو ولا في خمام عندك الإسكرام وحاجات زي دول ده، خلي يخلوا بالهم في القرآن والحديث يتعلم. وده بس العاصمة أنا أمورها أنا حياتهم ده بس عشان ده أنا نوصيم في الشهر ده خليه مارسوا، وكان مارسوا في شهر رمضان ده أظن بعد رمضان كل خلاص يستمر فوق تأمة ده يستمر فوق، لأنه ده فرسما مش لازم تمشي بنك تسير فرسما. نعم. ده كان فرسما أنا آخر عشان نصبه فوق هنا إن شاء الله. شنو رسالتك في شهر رمضان للمرأة بصفة عامة؟ والله شهر رمضان المبارك ده المرأة عندها دور كبير قاعدة تلعبه، صحيح أنت الرجل تمشي تفتش المياه تجيبها، لكن البقوم بنفذه للمرأة. أكيد. تمشي السوق شوفة ما سخانة أنا يومين ده، تمشي السوق تجي توجد النار قاعدة في المطبخ عشان تطبخ لنا عشان جماعة بعدين يجي يفطروا، يعني المرأة عندها دور كبير جدا. أنا كل ما لقيت فرصة لقدم نيدة لنا علينا الرجال اللي عندنا أزواج اللي عندنا بنات في شهر رمضان ده خلينا نكرمهم قبل نادي المفروض ده من نقول لهم بري سبيسيال كل في كل رمضان جائزة خاصة جائزة خاصة لأنه
أنا هنا نمن فتش مكان بارد موجود، تمشي مكتبة، تمشي تفتح أي مال بارد تمشي. لكن المرأة ما تقدر. صحيح. لازم عندها التزامات. لازم تسوي فطور ده عديل عشان الناس ده يفطروا. والفطور ده في رمضان ده سوينا صعب. عشان ده نقول للنساء الله يأجروا وأهلنا كله ما نقصروا في حقوقهم إن شاء الله. السيد عبد الله شواء، طبعا انتم كبرلمانيين، هل مثلا في رمضان ده يكون عندكم لقاءات رمضانيه يعني بيناتكم انتم ككوليج، يعني انتم كاصحاب في البرلمان، مثلا موائد رمضانيه انفيتاسيون بيناتكم، ولا مثلا في مستوى الاسامبلي؟ على اساس انا شهر ده شهر زي ما وريته شهر يحتاج للناس تكون قلوبها يعني عندها محبه عندها، فهل مثلا الفكره مش اللي عندكم في الاسامبلي ولا ما عندكم؟ اي طبعا الفكره دي ان لا انا نتذكر رمضان العام فات الرئايه، انا رئيس المجموعه البرلمانيه الاخ اللي جاء لي كل تكامي كان قدم افطار الصايم باسم المجموعه في فندق وجمانه كله دبيتيات كله جينا ولقاء دبيت لقاء برما اخوي لقاء بعدنا فوق اراء كثير، وان شاء الله السنه كله ربنا يوفقنا نكرره لانه ده شيء يعني عنده اجر كثير. صحيح. لانه زي افطار الصايم. صحيح. آه. نعم السيد النائب، طبعا بالنسبه للميديا الوسائل الاعلام عندها دور في شهر رمضان، عندها رسائل، انت من خلال متابعتك كان قال للراديو او للتلفزيون، يعني هل الشيء اللي هم بيقوموا به هذا الشيء ده يخدم الصائمين في شهر رمضان المبارك؟ لا ما شاء الله عندنا ميديا هنا نجاد ده. نعم. ما شاء الله عليكم. نعم. لانه انكم برنامج مفيد جدا جدا. نعم. مفيد جدا جدا وخاصه الاذاعه القران الكريم. نعم. ده الناس المسلمين قاعد بيستفيدوا منه كثير. صحيح. وبرنامجكم انا التيلا البيجي ده دائما. نعم. لانه تعبوده. نعم. بوجه الانسان. صحيح. المشايخ البدو في مسجد الكبير. نعم. وبقدموا توصيات وبتفسروا وبسوده. نعم. الشعب قاعد بيستفيد منه كثير. ما في شات هنا خارج شات. صحيح. الناس قاعد بيستفيدوا منه كثير. لذا نسال الله لكم التوفيق عشان تستمروا في عمل الطيب. امين. السيد عبد الله شواء، طبعا قبل ما ندخل رمضان كانت يعني خطط خطوه جديده، طبعا احنا بعد ما عشنا الجمهوريه الاولى والثانيه والثالثه، يعني بعد الفروم ده كانت دخلت في الجمهوريه الرابعه، والجمهوريه الرابعه طبعا رئيس الجمهوريه ادريس ابي تنو قال الجمهوريه الرابعه ده خلاص تكون جمهوريه هنا قانون، هنا لابد ان نحارب الفساد الاداري، ولا بد نفتح فرص عمل للشباب، ولا بد الجادين يتحملوا المسؤوليه يكون عندهم حب للوطن. فهل انت ككادر يعني من كوادر هناشاد يعني تشوف ان الجمهوريه الرابعه ده تغير شيء كثير لشاد ولا ما تغير شيء؟ طيب شكرا يا اخي. قبل كل شيء نعم اذا جينا نتحدث في كلام عن الجمهوريه الرابعه دي، نعم الجمهوريه الرابعه دي ما جانا بالفرق كده. صحيح. فلابد جات بفكر. نعم. انا رجل واحد. صحيح. والرجل اللي هو رئيس الجمهوريه ادريس ابي تنو. نعم. انا نتذكر وقت قدمناه قلنا خليه يترشح في غسل 15. نعم. قال انا قبلت ترشيحكم ده. نعم. وكان قبلت انا عندي برنامج نقدمه للشعب. نعم. وكان الشعب وافق على ذلك. انا نغير الدستور، نغير نسيج الجمهوريه الرابعه عشان نحارب كل شيء ما خلانا نتقدم. نتقدم ده. نعم. دون لم يشكر الناس لم يشكر رب الناس. أكيد. الشكر أصله لرئيس الجمهورية. نعم. وتبركنا لشعب التشاد. نعم. لأنه الجمهورية الرابعة دي جنة برحمة كبيرة. نعم. رحمة كبيرة لأنه خلاص من بداية بدينا نشوف. نعم. صلاحياتها خلاص. الله. نهرب الفساد. نعم. نشارك النساء. نعم. والشباب. نعم. في تطور البلد. نعم. وده شيء مهم. صحيح. وكان لاحظوا أيام ده حتى كل حزب المعارضه. نعم. كلهم بدوا يرجعوا. بدوا يرجعوا. صحيح. ويتاسفوا في المدى. وكده بيضيعوا. اي. نعم. لانه ده كله كفضل لنا الجمهوريه الرابعه. صحيح. لاجل ذلك علينا كلنا فخورين وخاصه نحن النواب البرلمانيين. نعم. اكيد عندكم هم كبير. عندنا هم كبير لانه. صحيح. اول ناس من الطبقات الفتشات الفهموا فايدة أنا شغلة أنين النواب. صحيح. صحيح. عشان ده رئيس شكراك وكبير. الله يبارك. نعم. فيك. لأنه في خطبة. صحيح. يوم البرومليجي ده. نعم. السؤال أنا نمت أمام الجمهور ده. نعم. شكر النواب. صحيح. قال أنتوا فهمتوا وقفتوا
ونجحتوا واليوم ده كل بلد خلاص ماشي. شكرنا وشكرنا وشكرنا والشكر يجدد مرة كرر لنا وأنينا كله بدورنا باسم رئيس البرلمان وباسم الرئيس الكتل البرلماني وباسم كل النواب شكرنا ونسأل الله في شهر المبارك ده ربنا يوفقه نية الصمحة دي الله يتمها لكل شعب التشاري إن شاء الله. إن شاء الله تمام. سيد النائب البرلماني أيضا يعني الشيء الحدث بعد الجمهورية الرابعة كان هناك قسم يعني الناس مشوا حلفوا قدام رئيس الجمهورية بأنهم أعضاء الحكومة الجديدين عن الفترة اللي ده فيكون ناس أولا يمنعوا اختلاس سرقة المال العام، لابد يحافظ على سرحنا الدولة، أن يعملوا بكل إخلاص ويخدموا تشاد. فصراحة لأول مرة في التاريخ أنا تشاد يحدث شغل مش الله. فأنت لحظات شفت فبع يعني المراسم هنا الحليفين ده شعورك كان كيف؟ طبعا أنا صراحة أنا ما فوجيت. نعم ما فوجيت. أنا ما فوجيت لأنه الرئيس قاعد بفكر كيف نجيبه حلول المشكلة عشان البلد ده يتقدم. عملنا كنترول ديتا، عملنا شغل ما عملنا كما والفساد ماشي بالزوخ. وفي بداية أنا برنامجنا بأنه الرجل التشهد ومرأة التشهد ناس مؤمنين سواء كان مسلم ولا مسيحي. كان مسيحي كله مؤمنين اعتقادهم قوي بالله بالله. خلاص ما دام الفورم ناقش ووافق فوقه الرئيس الجمهورية قد له القسم ده هو شنو؟ ما نقسم انه ما نظلم اكيد ما نسرق نقسم انه ما نسرق نقسم انه ما نخون الدولة. شغل فصل فوق شنو؟ ما شغل فصل ما ده الاخلاص الناس بدوره اكيد اكيد. انسان انت ربنا وفقك بقيت تشادي قريت وجيت رئيس الجمهورية انتاك الثقة مسقاك وزارة ولا مسقاك مسؤولية يا شرف اكثر من ده فيه؟ ما في خلاص لو قال لك اقسم ده انا ما نجي بفرحه وسرور نقسم لانه نقول إيه بالله لازم ما نقول اكيد نخدم بالاخلاص اجري على الله وبلدي بيقدم والمواطنين بيكونوا مرتاحين. اي شادي بس استفاد وقال الله يبارك ده التلقى ما زياده من التسرقه اكيد اكيد التلقى عشان ده انا كيف ما فوجئت في القسم ده وناس القسم ده الله يوفقهم ياخذهم دورهم والجاب عادهم كله يستمر عشان البلد ده بلدنا ونهبوه ودايرين نخدمه ان شاء الله. ان شاء الله. سيدنا البرلماني وصلنا الى نهايه البرنامج، اذا كان لديك كلمه اخيره تود ان تقدمها للساده المشاهدين. والله كلمه الاخيره نقول رمضان كريم لسكان الدائره الثامنه المنتقبوني بجد بتين. ولكل شعب التشهد ولكل مسلمين نقول لهم رمضان كريم. وما دام ده شهرنا التجاره مع الله خليني نرجو لله ان شاء الله نعبدوا ونسألوا الخير لنا لبلدنا ولسائر بلاد المسلمين وللعالم كله إن شاء الله. ودي فرصة عشان أي زول يسامي مع أخو التسامح اللي تجمع شغل مهم 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 نعم. كلنا نعم. نور سي أست ويست كلنا خلينا نبقى الرجل واحد نعم. وان شاء الله كان ظلمنا كده برنا لسه فينا مش للفوروم والكتر اللي تقول لي عشان جماعه دي مانتاليتي نغير ده فكرنا خلينا نغير سوا ونقعد سوا نخدم سوا نبني سوا نتقدم سوا وبده يكون انينا سمينا توسيعنا رئيس الجمهوريه يكون حب الوطن بنشاف لنا وان شاء الله اولادنا الحصه جابوا جم في مدرسه بناتنا كل الناس اللهم التوفيق انه ربنا ينجيهم في امتحاناتهم ويكملوا دروسهم ويجي يمسكوا لانه علينا كبرنا نمشي وهم كان يجي يمسكوا وده نقول العفو عام ان شاء الله وما ننساكم انتم صافين كله ان شاء الله. شكرا سيدي ربنا يوفقكم في عملكم الطيب ده كل احبابنا ان شاء الله نقول لهم رمضان كريم ان شاء الله وربنا يوفقنا ان شاء الله امين ان شاء الله. اذا بهذه الدعوات التي اطلقها النائب البرلماني عبد الله شواء وهو قال لابد أن نسامح لأن المسامح كريم ولابد أن نحب الوطن لأن حب الوطن من الإيمان ولابد أن نغير الشيء الفات ونبدأ جديد والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية برنامج في رحاب الشهر الكريم وفي نهاية أشكر النائب البرلماني سيد عبد الله شواء النائب البرلماني في الدائرة الثامنة. حتى ألقاكم غدا مع ضيف جديد دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مشاهدينا الدرجات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. برنامجنا أنا اليوم معلم نتكلم كمان بالنظافة المأكولة، خليكم معنا. للفنتينر نظافة المأكولات ده ومهم جدا، لأن ما في أمن غذائي بلا سلام عن المأكولات. المأكولات كما أنتجوه وساوقوه وركبوه في أحسن حالة صحية ده بأثر في قيمة عن الغذاء، والإنسان يعني بيتغذى لكن ما بنفى بشيء. فالمأكولات كان قالوا إيجين أليمنتير، معناتها لابد يكون النظافة حتى في إنتاج الأكل، والنظافة في ترتيب الأكل كيف تركبه وكيف تسايقه في السوق كله. Thank you.
من يعتني بنفسه، وثاني نظافة الغذاء لنغسل أيدينا قبل وبعد الأكل لنتجنب الأمراض، وأن نحمي أطعمتنا من الذبابة، وأن نغسل الفواكه بماء نظيف، وأن نحبس ببقايا الأطعمة في مكان آمن، وأن نجمع المياه الملوثة في حفر مجهرة ومغطى. كويس ده يعني كله بيحب بيبيع بيبيع زمان كله بيجي عليه، ولكن كان فوق لكن شغل ما عندنا نظافة لا بباري منا عند فوق وصاحة ما بيجي وصاحة ما كويسة أنا داخل يا كل بيحب زمان ده شيء عصار شيء زمان ده ملبس كله بخسلو أتون كله بنقول بخسلو والله أقول بده بصوره حس أدري وصاحة لا أصلا كمبيوتر بفصل بالفرن ونقطه فوق من الاجاج نبوش ولا الاشاشه ده بنعدله نظيف الكروت البومبتير كمان كله كمان نظيف شيكه وساقه كم نقلمها في الوساقه دي بتخصنا علينا كل عندنا عيال علينا بزنا كل ندور النظافه النظافه هذا من الايمان ولا ما صحي الوسق ده علينا ما ندور في بلدنا وما ندور في سوقنا ندور لنا النظافه وندور العافيه اللام ده تخصله بعلم هامي تفور وتصب لي ميلة ينجط التكسيل تقرب بصلاة والصلاة ده منين نودور أنا حصلوه أنا عند عودي جابيل بحصل بعودي جابيل هل ما عند عودي جابيل ميلة أنا زمان أنا كعقد ولدا نمل الدنبولة علمي وأنا حصلوه قراب مني كل وساقة ما عنده بارز الصلاة دورة تقدر تنجي بهب بهب ورشو المهم إيجا تتتا قصرت كروات خلاص تقدر فوق تماتنا وتصبها الرزة بهب رزة ما يخسروا جبت بعيني ده رزة ما يخسروا كيف بس يسبقوا من بانيتا لبقوا يسبقوا مدريك بس ما يخسروا بعيني أي ماشي هذا نقول كل بجوب جراسم لناس في البيت وأمراض وأي ماشي مشاهديننا تيليتشات خليكم دائما معنا في برنامجكم رمضان كريم. رمضان كريم انا اليوم احنا كمان قاعدين نتكلم بنظافه المأكولات، المره دي كمان خليكم مع المخصص في نظافه المأكولات. مثلا اللحم بخلوه هود دبانته للنهار فوق اجاج فوق او لحم بقعد في درجه حراره يعني 45 طول النهار بعدين لونه بخير فده بقوله خلاص هنا خلاص الايجين ما في يعني ما في نظافه وفي الحاله ده بعدين ممكن المأكولات ده تاثر في صحه المستهلك كان اكل فاسد دخل فوق ميكروبات بعدم النظافة دخل ميكروبات خلاص ممكن بعدين بأثر للمستهلك وعدم النظافة ده ظاهر كان في السوق تشيفة الأكل مثلا الخضروات ببوه في تراب اللحم بكروه في تراب الهود قاعد ببوه يعني قاعد تيد في قدام كان يفوه فده كله متلوث بميكروبات كتير وأنواع وأشكال من الميكروب دول والانتاج كل اصل الخضروات كله بنتجه في حاله مرات يعني بيستعملوا كيماويات وبيستعملوا مياه يعني غير صالحه عشان يعروزي بها ده كله بيجيب ميكروبات وده بقول لها عدم النظافه يعني عدم ممارسه لصحه جيده للغذاء واذا كان ما في ممارسه في صحه جيده للغذاء خلاص هناك بكون في مشكله
في تغذية الإنسان. إنسان يتغذى لكن ما في أي فوائد في الأكل القائب باكله، لأن كل الجراثيم والميكروبات يعني تتأثر وتدمر الفائدة القائد في الأكل، وبلدك ما أنت مش تأثر مشكلة. أنا الصحة للإنسان خليك دائما تكون مرضان. والميكروبات هم شنو؟ مثلا الميكروب بيسيء التيفويد بيقول لي سالمونيل، يعني لام خطوه برا دبان قاعد فوقها، أو أكل ناس أكلوا في الليل خلوه في الأداي فارجة، لما صار دبابين دخلوا بيسس جلو موسو دود كابينة جا دخل، ده كله مشاكل. وقدر ده كل من العاجات التنقل، بقول لها نقالة تنقل الميكروبات يعني من برا وتديسها في الأكل. والإنسان كان أكله طبعا يعني بعمل له تسمم غذائي، تسمم غذائي مثلا إنسان فتر كده وتحس بس فتر وخلاص شوية قديف بيسي، شوية هم بيسي، بقول شوية خلاص ممكن وجعراز بيسي، ممكن إنسان يعني يحصل له وجع بطن عادي يعني، ده بقول له تسمم غذائي. والناس غالبا بقولوا يعني لا ممكن عنده ميكروب، الميكروب ما بقتل نادم، ولا المشكلة ما مشكلة بقتل لكن بمرضة. والإنسان يعني هسه بدل تبيع صابون ب30 ريال تشيل لك بخايا، ممكن تمشي تخسر 20,000 لتفتش دكتور لمشكلة وجع بطن. في رمضان النادي اللي يمشي السوق لازم يشتري يعني لحم ويشتري الخضروات والفواكه، يعرف مكان اللي يشتري، يعني مكان نظيف، خضروات مخزونة في مكان كويس، لحم مخزون مكان كويس، ما قاعد في أجاج، ما قاعد في دبان، ما قاعد في أتو. وبعدين نقلين لبيت كذلك، ما يلوموا اللحم مع السلاد مع الكاروت ما شنو كله في فوائد، ده كله ممكن تنقل ميكروب من هنا إلى هنا. بقول لي كونتاميناسيون كروازي بالفرنسية، يعني تشيل ميكروب من أكل الغير صالح تجيبها في أكل الصالح. وبعدين كان جيت في البيت كمان المعدات، نقول لي 5M الماتير، يعني خضرواتك ولحمك وشنو كويس. وبعدين المعدات التاساد والكيرات وشنو كله يعني يكون نظيف وفي مكان نظيف. والإنسان بتعامل مع الأكل كله يكون إنسان يعني نادم، ما خص الإيدين بصابون ما يلمس أكل، نادم مردان ما يلمس أكل، نادم عنده جرعة في إيدينا ما يلمس أكل. فالناس اللي بخدمه في البيت والأبين وحتى الرجال كله يعني أي إنسان بيلمس الأكل لازم يغسل إيدينا بالصابون. بعدين جبت الخضروات والطماطم وشنو لازم تبلها في علمي عند شوية أودي جافيل، أودي جافيل يعني الناس موجودين بصبوا أودي جافيل صافي، لا تشيل كمية من الأودي جافيل الصافي تصبها في لتر واحد أنا علمي، والليتر واحد أنا علمي تشكه تشيل منه كير واحد بس، كان صبيتها في 5 لتر خلاص تخط السلات هناك ما كاروت ما طماطم 10-15 دقيقة تبلها تغسلها وخلاص تاكل، ده أنت ما عندك مشكلة. وتعمل حسابك كذلك العبين، النادم بيركب اكل وبخط راسه ما صوفك برا، صوفك برا ممكن صوف بقى في اكل وباثر في المائده. والفيرني البصوف في الايدين في خنافر، وخنافر طوال وخروس، وده ده ما بكانا، ده كل ده يكون ما فيه ان يعني اكل ده انت ايدينك ده بروب تيجي تلمس الاكل، حتى الخدامين تتكلمون. فده والمياه تكون صالحة كذلك. وكذلك الناس اللي بيجوا بفطروا، الناس اللي بفطروا هنا طبعا تشاديين يعني ما في زول بفطر ويد هنا 10-20 لابد من نفطر في ساعة واحد، فواجب الناس كله يغسلوا ايدينهم بصابون، ما يغسلوا ايدينهم بس يغسلوا بصابون، لانك انت غسلت كده بس مصمصه ده بقى تزيد عدد الميكروب. إذا ما عندك صابون أحسن أمشي يابس كأكل، معناته تأكل بميكروباتك القاعدة بس ما بيزيد عدده. و
الافضل يكون الناس كله يخصوا اللي بيساووا، لان نادم واحد بس دخل حمام مرق، حتى الباب انا حمام تكور بدأ عنده فوق الميكرو، دخل حمام مرق ما خص الاكل معكم، ممكن 10 ناس كله يشيلوا الميكرو، تيفويد، ممكن ميكروبات اخر حتى تاثر سرطان، ممكن ميكروبات اخر تاثر قرحه. القرحه انا المائده ده كلها من عدم النظافه، بس الاكل كان نظيف ده الميكروب ده ما بيمشي بركز داخل بيسيء قرحه. بقول لي اليكو السير ده ما اليكو بكتير بيلوري، ده البكتيريا المسؤول منها. عدم النظافه دائما تجي يدينك وسخان اكل وسخان تاكل، قلت لهم بعدين بغسل بغسل داخل خلاص باسس بيت داخل سيل قرحه. فده الناس اللي باكلوا كثير ما فصل الغذاء كويس، كان ناس كثيرين مع الاكل ذاته بينهدم اديد، لكن الناس كلها يغسلوا ايدينهم بالصابون. لكن ترتيب الغسيل هنا في تشات اكثر الناس بيدين ما قابسوا كويس، ناس اشر ايدين بدوسوا في تاسه واحد بغسلوا، ده ممنوع ده، لان انت تغسل وسخ ايدينك واخوك اخر يغسل وسخ واخوه ثاني تشيل الوسخ وتغسل الوسخ تنزل الوسخ ما عمل اي حاجه. من الافضل ده يزول يغسل يدفوها يزول يغسل اي زول يمرق برا بسخانه يغسل، والسخانه اللي يغسلوا بها ما سخانه انا حمام ببقى شيك سكان انا ما بقعد فيها ما بسخن اللي بخص اللي بخص اللي. وبعدين الاكل في البيت كان ناس فتره اتنسيون العويد ما يتكسروا، وكان العويد يتكسروا الرجال خليه يساعدوا القدام والليمون وشيء الكدوخ وماما ياتو ياتو ده بس كان دفوك بس في الاداء ده خلاص في الليل الفار والدود كابينيه وكله وده بس بجذب ال لا 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 لا, لا, لا. ايوه بكركت فوق وخلاص اثناء بكركت ده هو بينزل ميكروبات وبينزل مصايب اخر. فمن الافضل الانسان ما يتكاسل، انت قدرت سويت اكل بعدين يعني بعد الاكل نظام حي الفضل العين تلاقي من التاسات وشنو تصبه وتصب فوق ومو يرقد، ولا باقي من الجداد من القدام من السلاد من الياتون من الطماطم من شنو تشيلها تصبها. ده بقول لي يعني اداره انا الوسخ ذاتك داخل الوسخ كله بدور اداره. في مأكولات ويدين يعني الميكروبات تحب زيادة، قول اللحم واللهوت واللبن وكذلك الليجيم الخضروات الويدين الليجيم السلطات دول شنو دول ما بنتوني عديد. طيب الإنسان ما دام تعرف الأكل ما عديد جبت أولا بيوانا اللحم ده واجب تعرفه بكان ألقى تشتري لحمك، لأن لحم كان بقراي مردان مثلا عنده تبركلوس وجبته وما نجت عديل الميكروب انا التبركلوز للمستهلك بقربه وهو كل التبركلوز بقربه والشربون كذلك. ايوه في عندنا ناس بيقولوا لازم تشتري لحم انت متاكد كيف بكونه البيطري كشفه بقول خلاص حطه في النار وده النار دي حاميه وكل الميكروب تقتله هذا بس الناس خليها مرغومي راسهم، لان في ميكروبات عندها مقاومه حتى في درجه حراره 120 يعني تفور كله، اما الميكروب مات وخلى السم واما الميكروب والسم كله قاعدين. فالافضل شنو من البدايه دائما في مشكله اشكاليه صحه الاغذيه يقولوا تكون نظيف من البدايه للنهايه، ما تكون وسخان في البدايه تقول النار يجي يعني يتركز في الميكروب وهناك يكون كويس، لا ده عمل خطا. يعني يقول لك اكلك الفئة سد ده يعني بجي من البدايه، من البدايه كان اكلك ما صحي، مثلا لحم كان بيته في اي مكان، مكان ده بو ما تعرفه، عنده تبركلوس، عنده شربون، خلاص قلت كيف العائله التبركلوس بجي والشربون بجي. وخاصة ميكروبات ودي النار بقتلها، لكن السموم اللي بدخل ده، مش لسه التوكسين قلت لك فلاتوكسين ده النار ما بقدر بزبطها، كان انت خليتها دخل في اكل ده خلاص النادم باكله، وبعدين بيصير امراض كرونيك، ما هسه بقربك. بيلم شوية شوية بعدين بعمل لي كانسر، يعني كانسر بقول لي سرطان هو بيلم شوية شوية بعدين بعمل لي قرحة، وده كله كده عدم النظافة. ده اللحم، اللحم كان جابوا أولا بأولا تشتري بكان أنت تعرفه كده نادم ده جاي من أباتوار، بعدين اللحم عند مدة بركبه
العوين يقعدوا جنب يراقبوا في اللعب ده نجد ولا ما نجد. وحتى اللعب كان خلوه نجد زيادة لحد زي ما بيقولوا هيرك في النار، فالمستهلك كذلك هيرك، لأن حرقان أنا اللحم بيجيب يعني التأثير بعدين بيصير ذات السرطان. اللحم ما يخلوه ينهار، الأكل كي ما يخلوه ينهارك، أكل كي ينهارك بيجي أمر خلاص أنت تستعمله بعدين المعدات الكيماويات الفوق خلاص بيجي بأثر لك سرطان. الوصية الأخيرة للسكان أسعد كان فكر في رمضان أو غير رمضان في أدر كل الناس كان جو الناس باكلوا بس بالمهم أنواع حكا جلدة ولا سلم دائما خسل يدينك كلها السلام عليك بسلم وتوالي تشلبك يدينك في أكل كل الميكروب توزع على الناس. فالأفضل الإنسان قبل ما تعمل تحضر للناس الفطور أو قبل ما تسوي سماية أو قبل ما تسوي صدقة، انت اول اجراءات ده اجراءات انا الميكروب ما صابون ده تخطه قبل الناس ما يشوفوا الاكل بعينهم، يعني تسال التور ده الناس يخصوا بالصابون ضروري، بعد ده خليه اكله، بعد ما اكله ما في ناس بيجين بعد اكل وين صابون وين صابون، لا ده ما مهم، ده بعد ده كان غسله بالصابون او ما غسله ما بينشم برا، بس اخر ينشم برا من ينشم في جسمك داخل. فده الوصيه انت الوقاية أحسن من العلاج، وبقولوا أحسن تربية هي التربية الصحية. إنسان ما عنده تربية صحية دائما في يكون في مشاكل، وخاصة الأطفال ذاته أين ما كلمنا، لأن في رمضان مرات أكل يرقد فجر ويدفوه يمتل الأطفال، فممكن يعني في فرما جراثيم أكل سوفن أوكي أيوة أكل أفن لا لا يعني ممكن أنت كان دخلت في تلاجة نظيف تعرفه فجر دفي، لكن أكل رقد برا ممكن بس دخل حتى خشبه فوقها، ممكن فار دخل فوقها جاب ميكروب وايد خلاص صغير فجر انت قلت تدفيه وتنتيه وبمشي بيصير له امراض، ممكن يعمل له امراض جلديه يعني وما تفهمها. فلازم الاطفال ذات يفكروا فوقهم، ورمضان كريم طبعا، ورمضان كريم الاكل يكون طيب، اكلوا من طيبات ما رزقناكم الاكل يكون طيب. مشاهدين انا تلجات، وخاصة برنامج رمضان كريم انا تلجات بدأ خلاص كمل برنامج ده هنا اليوم، نوعدكم ان شاء الله في برنامجكم هنا مباكر من الساعة 9 مساء.